مرحبا بكم في سونين في عين مستير. عين مستير، اللي يقول عين مستير يقول البحر والتفرهيدة والنظافة والصيف والشيخات، ايش تحكينا على البحر هذا؟ عين مستير بحر نظيف، كما قاعد تشوف الكل عباد تحب ترتاح، ترتح مخها، تحب تصيف، فما كل شيء، فما القهاوي، فما الريستورانات، وننصح الناس الكل باش يجيو هنا في الصيف اللي حاب يرتاح مخه. احنا داخلين توا على سيزون بحر وتفرهيده، لكن عندنا كورونا مازالت متواصله، كيفاش ترى الصيف السنه؟ بحول الله، بطبيعه الكورونا موضوع لازم واحد ما يستانش به، لازم ياخذ احتياطاته، حتى لو كان الحجر الموجه هذا معناها يسمح للعباد باش تهبط البحر، لازم ياخذ احتياطاته ويكون بعيد على العباد، الكونتاكت ياسر لا، معناتها في ظروف غير عاديه كما نقول. الاحتياطات كيفاش ياخذها المواطن التونسي انه يجي للبحر والبحر يلم من كامل الولايات ومن البلايص الكل، معناها ويصير اكتظاظ، كيفاش ينجم الانسان يحتاط؟ الاحتياط هذه مساله وعي، لازم الناس الكل اللي يجي مرحبا بهم، الناس الكل من الجنوب من الشمال الغربي من الساحل من تونس، لازم الاحتياط، لازم كل واحد ياخذ حذره، معناتها ديما فما الحذر ولا باش الناس الكل تعدى لاباس، وان شاء الله ربي ينحي علينا الوباء هذا ان شاء الله. شنو هي جو البحر السنه كيفاش تراه، خاصه واحنا في وضع كورونا تو؟ والله نتصوروا سيء، كورونا ماشي ما عادش بلقاتش روحها في تونس. اللي يبدا يعمل السيكيورتي نتاعو ديستونس ويغطي يلبس ماسك ويقعد يتصور سافا، اما البحر برانسيب يداوي مش مرض. ها صحابي من روسيا جاوا معايا قاعدين مش خايفين من كورونا زاد هاو. ما بالله كي جاوا ما خذوش نظرة على تونس وتخوف؟ لا هما من يا اخي في السفارة معناتها موجودين لهنا على طول، ما مش خايفين بالعكس. توا البحر نحسوه بدا على بكري سيزون، زعما تعطش التونسي للبحر ومن الحسرة بدا يعوم على بكري. بالحسرة هذيك يا اخي، احنا بطبيعتنا نبداو بكري خاطر فهمني، واحد كان عايش البرة ديما الطقس بارد، واحد معناتها ما يقلقوش ديما ماي افريل ماي نبداو نعوموا معناتها مش من دو. علاش تحبذ بحر عين مستير بالذات؟ هاك تشوف نظيف تبارك الله. السلام عليكم خويا عسلام. خويا شنو احوالك؟ بس عليك مرحبا بكم اخويا. عايش خويا. شنو هي في عين مستير والبحر واجواء البحر؟ الله الحمد لله ان شاء الله ربي يفرج علينا اخويا، الحمد لله عملنا جو تفرهدنا، عندنا اصحابنا يصطادوا من غادي، احنا جينا عملنا غادسه، مشينا تو عملنا طاليه بك بالطفل، وزيد مشينا عملنا تبحبيحه في الماء، شلنا رواحنا، وتو ان شاء الله خزير ربي تونس ان شاء الله. جيت من تونس؟ اي جينا من تونس. اي جينا من تونس. علاش اخترت عين مستير بالذات؟ والله بلاصه منطقه سياحيه مرقاه حلو يشكروا فيها، انا بالنسبه لي انا اول مره نجاه، ما اول مره نجاه، اصحابي جاوا الجمعه اللي فاتت، عجبتني على الاخر بالنسبه لي انا. فهمتني ديجا جبت ولدي معايا فهمتني؟ جبته وتفرهد فهمتي؟ اها ويش هاي شباب اها وقول السلام عليكم. اي عايشك ربي يبارك. توا انت اول مره جيت، معناها شجعك الجو انك تعاود ترجع انت والعائله؟ ان شاء الله بقدره ربي. انا ديجا حكيت مع مرتي توا في التليفون، وريتها الفيو بلاص عجبتها، وقالت لي المره الجايه ان شاء الله بحول الله نجي معاك ونجيب بنتي معايا ومرتي ونجو ونعملوا طله ان شاء الله. ان شاء الله ربي تتحل الدنيا شويه ونجيبهم اي وقت قرب الفرصه ان شاء الله. اي السنه البحر تحسوا بدا على بكري، زعما تعطش التونسي من الحسره؟ والله نورمالمون انا مش اول مره، انا دفوة تو نعوم مش اول مره، انا تو ذي مره ثانيه نعوم فهمت. المره الاخرى مشيت للرمال عملت غطسه، وهذه مره ثانيه ما خاطر من الحسره ما نكذبش عليك، اي خرج انا فرصه نلقاها باش نخرج ادوات. تفل هذا منين جبتو؟ جبناه من الجبل من غادي، هذا تفل خويا هذا يبيعوا فيه بالفلوس، نحنا ربي عاتي خير وبلاش. شنو يعملوا به الطفل هذا؟ الطفل هذا ماسك على الوجه باهي للبو يشحط الجلدة وكذا فهمتني؟ معناها الواحد يجي لبحر عين مستير يعوم ويبحبح ويشحط الجلدة ويروح؟ يكور ويعوم ويصطاد ويعمل الطفل ويعمل دوش في العين ويروح على روح. صونا ودنيا محروبة. أمور واضحة. أمور شنقر ونقر قال لي. عسلامة. عسلامة. شنو جاي بالعائلة تفرهدوا شوية؟ والله جايبنا الخشيشرات إن شاء الله باش نتفرهدوا شوية ونعملوا جو، نبدلوا جو. السنة البحر بدا على بكري.
والله البحر شو بكري ما فهمتكش. يعني العباد جات تعوم قبل السيزون. والله من الضغط نتاع كورونا هذيا والضغط نتاع المشاكل الوباء اللي صاير هذيا العباد قلقت وفدت وولد جايه لهنا با بلوس، خاطر احنا ديجا ديما حياتنا كل في البحر، حتى نقلقوا نخدموا الكرم ونهبطوا البحر. اما كاكسبسيونيل توا خاطر حكايه كورونا هذيا ان شاء الله يا خويا تمشي على روحها ونقعدوا نرجعوا عيشتنا نتاع قبل، وتوانسه كما قبل كنا عايشين جو شيخه و... واحنا معروفين التوانسة على الشيخة وعلى الجو وعلى الامبيونس. اخر فرنك نحطوه في الشيخة، الشيخة راهو نحكي على الشيخة معناتها الجو الامبيونس فرهيدة العائلة. البحر يطلب مصروف كبير خاصة صاحب العائلة، التونسي يغسل روحه باش يتفرهد؟ والله فما اللي عنده لبس عليه، فما اللي يخسر روحه باش يتفرهد، فما اللي تلقاها قريب مثلا من هنا ما يتكلفلوش برشا يتفرهد، فما شكون يجيب ماكلته من داره، فما عائلات يجيبوا ماكلتهم من ديارهم وجيست يقعدوا يشدوا بلاصه ويقعدوا، كل واحد شنو هي ظروفه وشنو هي الكاباسيتي نتاعو. وانت كداخل عليك سيزون صيف مع العائله يحبوا البحر ويتفرهدوا، قريت حسابك ماديا حضرت بتجيل تفرهيده والا مخليها على الله؟ والله انا توا المراه ان شاء الله جايه من فرنسا، في فرنسا المراه تعيش وهي قريبه ان شاء الله جايه، وهاني حضرت لها بيجي لاباس بيه هاي مخاطر جماعه فرنسا عينيهم محلولين فابني، ومكتوب ربي خذيت امراه من غاديك ربي يهنيك لا دوزيام هذيا لا بريمير تونيزيان لا تونيزيان من هنا ام ولادي هذيك ربي فضلها. توا انت هابط من الدروج وداخل بحر عين مستير؟ ايه جينا من بنزرت. من بنزرت جاي تعمل في غطسه وتبحبيحه؟ في عومه تبحبيحه وان شاء الله روحوا فرحانين ان شاء الله. باهي، علاش السنه قررت تعوم على بكري؟ ثم برشا قال لك من الحسره. والله من الكونفينمون هذاك اول حاجه، وثاني اول مره نجي البقعه، بقعه تحفونا برشا. اول مره؟ اول مره نجي لهنا. كيفاه ريتها وانت اول مره تجي لهنا؟ معناها شنو؟ عاوة جرير هذا صاحبي هو اللي كركرني هنا، يجي مد وجهك لهنا يظهر لي جره باهي يا خاطر بحر يعشق. تحفونا تيجي لهنا خويا كيفاه كركرته صاحبك لهنا؟ كب الكركاره باش نكركر فيه. زعما يندم على جايه ولا لا؟ واش يندم؟ ها؟ هذا يندم بلاصه نتاعين، هذا يندم وانت تكركر ويمشي معك. خويا على السلامة. على السلامة. شنو البحر على بكري السنة؟ الحمد لله وعلى بكري، من بدينا من بكري بدينا عندنا جمعة. عندكم جمعة؟ حتى ولو الطقس ريح هكا وما يشجعش على العومين لك باقي تعوموا؟ نعوموا مغرومين؟ مغرومين. باهي البحر هذا في صونين؟ عين مستير. عين مستير. عين مستير. وانت منين جاي؟ من رجبال. علاه ما تعومش بحذاك تجي لهنا؟ خاطر لنا باهي. والله لنا خير، رجبال مش بحره مش باهي. منين جيت؟ انا من صونين اصلا. معناها ولد الربط هذا؟ ولد الربط هذا. باهي. توا ثم حتى شكون قال يجي من بلايص اخرى ويعوم لهنا، هذا شرف للبحر هذا؟ اي بحرنا مزيان ما انت ما فيهش. باش يتميز بحر صونين؟ يتميز بمنظره الحلو وبرشا حاجه. توا الجو في رمضان كي تجي للبحر وتعوم وتفرشك تضيع النهار خير من اللي تقعد في الدار؟ اي صحيح، معناها واحد يتفرد معناها بنهار واحد محصور عنده ما يعمل في الدار، ديجا قاعد وكهوة كيكة هاكا، يخرج واحد يتفرهد يسرح سويقاته يبدل النسمة فهمتني. باهي السنة الناس بدات على بكري تعوم، شنو التشوق واشتياق للبحر؟ والله ليه، فما عبيد معناها مستانسة كلي تعوم صيف وشتاء، مش معناها حاجة جديدة علي أنا، خاطر نعرف شكون يعوم صيف وشتاء يقلقوا الجملة معناها. والبحر شنو تحسه نظيف باهي؟ ان شاء الله نضيف سنة وجو احلى جو البحر. عسلامة. عسلامة. شو اخويا دورة على البحر اليوم؟ والله هيك شوية جو وهكا على البحر ونعمل غلسات وجو معنا. انت ولد المنطقة هذه؟ لا من رجبل انا. من رجبل؟ ايه. وتجي لهنا على خاطر البحر باهي؟ نجي هكا باش فرد ونقابلوا مع اصحابنا شوية ونية وكل شيء فهمت، نعملوا دار في جو معنا. باهي. علاش خيرت تجي للبحر هذا بالذات؟ والله يعني التنقيزات احنا حبوا ياسر ذاك التنقيزات وكل فازيت هذاك ما كان نجيو لهنا على خاطر فما كما نقولوا احنا مناطق صخريه وعاليه بجنب الماء. اي هكاك. علاش السنه بديتوا بكري البحر؟ والله على حلق حلقنا من الكورونا، والله بعد علينا المرض هذا يا ساعة فهمت، هو كان الجو فهمتني. وتوا نشوفوا حاشيك معناها كلب معاك هذا، شنو تجيبه معاك ديما؟ ديما معايا، ديما يونسني في كل شيء معناها،
اكثر من صاحبي. معك كحمايه ولا باش تفرهدوا؟ كحمايه ككل شيء، حتى باش يتفرهد باش يعوم معايا معناتها كل شيء. شو اسمه؟ فلاكي. وشنو هي الفصيله هذه؟ ستاف امريكان. ومغروم انت بتربيه الكلاب؟ مغروم برشا السيفة على الاخر. كي تخرج بكلب في الشارع ولا في البحر هذه ما يقلقش الناس الاخرى؟ والله ما منعرفش، اما ديما بعيد معناتها نبعدوا على العباد، وهكا حتى كي نفدلك معناتها نفدلك مع اصحابي معناتها اللي يعرفوه، فهمت؟ صاحب مشروع يعتبر مشروع سياحي على البحر هذايا عين مستير، شنية جو القهوة والريستورون انه خاصة توا احنا في وقت كورونا وسيزون البحر جاي، معناها كيفاش تراو الوضع؟ الوضع مش باين، ديجا تونس كل مش باين، هي ما فماش حاجة دارة، معناها انا نخدمه نحضره وان شاء الله من بعد ربي قدر الخير، وكما يقول الرجل ربي جريع اسلح، كي حاجة باينة راهي ما فما حد شيء باين، واحد يحضر واللي يجي من بعد واحد شي يقبلها هكا ولا هكا. عندك فكرة اللي فما قرار بفتح المقاهي نهار 24 ماي؟ موجودة فهم. يقولوا هكا من النشاط السياحي ما نعرفش باش يبدا ولا مازال، ما يلقاوي باش يبداو يسربيو معناها باش يخدموا، معناها ما فماش طول مازال مش موجودين. ونحن في البحر ومش كيف معناها تختلف نشاط سياحي مش نفس مش كيفو كي القهاوي، معناها بالنسبة لنا نشاط سياحي معناها باش تخدم عباد وباراسولات وعباد تجي ورستوران باش تفطر وهذاك كله ما نعرفوش، فما حاجات حنا نشكوا منها لهنا ماهيش الحكايات هذيا ماهيش مناسب كورونا ولا ما نعرفش كما تحكيو توما، خلينا من كورونا وخلينا من السيزون اللي باش تجي، فما حاجات لازم تريقل في مثال في الشتوت، مانيش نحكي على شط عين مسير معناها بالضروره، نحكي على الشتوت بصفه عامه مثال افراه في غير ملح، فما برشا حاجات منهم مثال نعطيك اكزامبل بسيط، الكياس اللي جيتوا منه هذايا، توما تعدي الصحافة كي جيت عدى من غادي، الولاية كي جيت عدى من غادي، المعتمدية، معناها أي حتى ديجا هما الزوار فيهم اللي من فيهم اللي معناها ديك قادر يخدموا في الحاكم وكلهم يتعداو من غاديكا، أنا حاجة اللي مانيش فاهمها كيفاش كياس هذوما كان ينجموا يتعداو ويجيو ويعاودوا يرجعوا المرة الجاية كما جيتوا ورجعتوا أنتوما. وما تشوفولوش حل هذاك، ما تكلموش عليه لا في اكسجين لا في من راديون لا في تلفزه، ما تجيش خاصه انه كياس معناها ماهوش كيلومترات باش يتطلب ميزانيه قويه، كياس من با دي كيلومتر عملناه وتكلمنا عليه في التلفزه الوطنيه في اخبار 8، قلنا لهم طلبنا من السيد الوالي وطلبنا من الحكومه واللي متكلفين، هما مانيش انا متكلف بالشريك اللي هما اللي متكلفين بالدوله وبالتجهيز وبكل، طلبنا منهم قلنا لهم عندنا اربع حفرات يجيو يرقعوهم شوية سيمان، معناها المينيموم ما حاجتناش اللي بحاجة كبيرة، وفما دروج من غادي كذلك، دروج يجيو يريقلو شوية أربع لوحات سيكيريتي، مرة عزوزة تطيح الدرجة الوطنية من غادي يصورها، كي تمشي ديجا تويك تنجم تصورها ديريكت، أنا مرة تطيح من غاديك مي شوية نستخدم، أنت ماكش تشجعنا باش تشجعونا، تشجعونا كي تحضروا من تهيئوا، أنا باش نخدموا، أنت كمنطقة كما هذيا مش مهيئة لا فيها لا ضوء. لا فيها ماء لا فيها كياس باهي لا فيها حفرة، ديجا بركات العباد كتجي لهنا تعوم وبركات معناها الناس كتجي بتعمل زفير هنا وتخدم، معناها صافي باش تصرف فلوس لهنا باش تخدم ويجيك من بعد خويا ما نعرفش منين، معناها هذا يدخل في نطاق تحسين الخدمات للمواطن اللي يجي يتفرهد، حاجة واضحة باش يحسن في داري هو كي باش يعمل باش يريقل طريق، ما نحن ما نطلبوش لديارنا وقعد في داره واموره، انا العموم هذا باش يجي مو من حقه، زاد العموم من حقه، ما عندك طريق من حقك انت، عندك كهرباء باش تمشي في طريق باهي مش تمشي في طريق جبل، ولا ما نعرفش منطقه سياحيه ما دام هذي عملوا فيها دروج ولا دو منطقه سياحيه، صافي انت من حقك باش تهبط في دروج عندك سيكيورتي، كيفاش هذا صغارك انت وتعدى بهم وفوق الواحد هذاك ترى قول لي كيفاش. شوفوا حتى لي باراج مكسر وعاملين حبل. مش حبل، ما با حتى فما حبل، شوف من غادي معناها شوف من فوق. مكسرة كل هكا كيف، أنا تجي معقولة هكاك. والله أنا ما طلبنا شيء، خويا يرحم والديك، ما طلبنا شيء، طلبنا حاجة وحيدة، لهنا معناها فما حاجات باش يتريق وراء ما نجمش، مثال كصاحب مشروع مثل أنا ولا اللي بحذايا ولا في بلايص أخرين، في أي بلاصة مثل أنت في تونس، عندك مشروع
باش تلا مشروعك انت كي تخدم وتخدم تخرج مشروعك معناها باهي ومعناها تخرج معناها الكماليات فيه معناها توفر فيه كل شيء وحاجه نظيفه حاجه باهيه صافي حاجه انت تسمى عملت حاجه باهيه ماكش تنجم تعمل نعرفش باش انت باش تمشي طريق الكياس ولا باش طريق ديجا احنا رجلنا شفت في الصيف دروج هذيك بلاش ذو انا عم مثير واخو له دبش كتير بالطاقه الشمسيه ديجا الكوتوات مازالوا نتاعهم شفتهم